اشتغلتي مع محمد رمضان، طبعا الناس بتشوفه، ناس بتشوفه ساعات متكبر، ناس بتشوفه إنساني، ناس بتشوف، يعني كلمينا عن ألطف وأكتر واحد متواضع اشتغلت معاه محمد رمضان. محمد رمضان، ويعني مش الجماهيرية بتاعته مرعبة. يعني احنا في افتتاح فيلم على الزيرو في المول، مول في مصر، دور كان انت متخيلة كمية ألوفات. الناس طبعا اللي المول حاضرة. كان هيكسر بس عشانه. انا اتصور معايا ألوفات عشان طلعت مع محمد رمضان. شايفة ان ده ده حصل خدمك في طبعا طبعا ظهورك مع محمد رمضان. طبعا، نجم جماهيري ازاي ما يخدمنيش. طيب بعيدا عن محمد رمضان، لو اتكلمنا عن اكتر الفنانين المثيرة للجدل محمد رمضان برضه. طبعا طبعا مثير للجدل. محمد رمضان من قبل ما اشتغل معاه، يمكن افتكر زي ما قلتي انه من بوستاته كده، يمكن مغرور، يمكن ما اعرفش يعني ما بوستاته ما شفتوه. تدلش على ان هو الشخص اللطيف جدا ده. هو في لكن الحقيقة في الحقيقة الوضع اختلف. لا لا لا، ده ممكن يعني يقف ساعات لحد ما آخر واحد يتصور، وفي ناس تتصور معاه 3 و4 مرات ما يكسرش حد، وأصغر ناس والعمال والصنايعي. بنشوف ان له شعبية مثلا، يعني بنشوف الاطفال اللي هي الاندر ايدج او الاطفال اللي هي تحت السن وكده، واطفال والناس الكبيره والشباب، يعني عنده شعبيه من كل الفئات. طبعا طبعا عنده شعبية كمان من كل الطبقات، انت يعني قلتي لي من كده. الطبقة الشعبية. انا افتكر من الطبقة الشعبية، من الطبقة الاليت، من الطبقة المتوسطة. يعني انا شفت جماهيرية رمضان في المناطق الشعبية وفي مناطق التصوير، وشفت جماهيرية رمضان واحنا في الجونة اثناء مهرجان الجونة. انا شفت قد ايه طبقة الاليت بتحب محمد رمضان، ومحدش يقدر ينكر نجاحه خالص خالص. ولكن هو مثير للجدل. مثير للجدل، بس تفتكري ليه؟ على فكرة ده ركن من أركان الشهرة، إنه ساعات الإنسان مش لازم يكون دايما في الركن البعيد الهادي، شوية كده سبايسي، ده الأكل سبايسي.